ودلوقتي وقبل ما نبدأ جوائز المهرجان، ودي طبعا اللحظة اللي كلنا مستنيينها وكل الفنانين المشاركين في هذه الدورة الكل نفسه يسمع اسمه ضمن لائحة الفائزين، لكن اسمحوا لي في البداية ان انا اقدم جائزة عزيزة عليا وعلى الكثير من الحضور، والجائزة دي بنقدمها السنة دي اول سنة وان شاء الله هتكمل معانا في الدورات اللي جاية، جائزة خالد بشارة لدعم صناعة السينما المستقلة وقيمتها 10,000 جنيه، وهيقدمها أولاده شريف وجلال استكمالاً لرسالته في دعم المواهب الواعدة في كل المجالات. شكراً. لما بفكر في بابا بفكر في إصراره وإزاي ما كانش بيخلي أي حاجة توقف قدامه، بفكر في شغفه وحبه لشغله حتى لو في رحلته كان في حاجات صعبة كتيرة بتمر، ما كانش بيخاف يفشل، وأعتقد أن ده اللي خلاه إنسان ناجح وإنسان مميز. عشان كده إحنا فخورين جداً نقدم جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر. الفائز بجائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر أحمد فوزي صالح عن فيلم هاملت من عزبة صفيحة.